تسيطر، عايز تتغير، عندك في قواعد تذاكرها عددهم 30. قواعد السيطرة 30، قواعد السيطرة 30 دلوقتي. قواعد السيطرة 30 مع مفيدة شيحة على نغم اف ام. اهلا بيكم وقاعدة جديدة من قواعد السيطرة 30. القاعدة التانية بقى للرجالة، ازاي تبقى حمش. رجالة كتير عندها عقدة اسمها عقدة الراجل الحمش. الحمش ده من وجهة نظر الرجالة هو الرجل المسيطر في بيته ومراته عامله له ألف حساب، مش شرابة خرج والست ماشية كلمتها عليه. بس الرجل الحمش من وجهة نظر الستات يا جماعة حاجة تانية خالص، هحاول أفهمكم إزاي تقدر تسيطر عليها من خلال نوعية الرجل الحمش بس بطريقتنا احنا. يعني إيه؟ الست بتشوف الرجل الحمش راجل اللي شخصيته قوية، بيوعد ويوفي، بيبص على واجباته ومسؤولياته قبل حقوقه. الحمش من وجهة نظر الست، فتح معايا عقلك كده، هو الراجل اللي له كلمة، ولو قال كلمته يبقى هيمشيها على نفسه قبل ما هيمشيها على أي حد تاني. الحمش بالنسبة للست مش الراجل اللي بيؤمر وينهي على الفاضي والمليان، لأ. الستات كاتبين عن أغرب تحكمات جوازاتهم. واحدة فيهم كتبت إيه؟ إن جوزها كان بيمنحها إنها تطلع الصينية من الفرن، أو كتاب الله كان بيمنحها إنها تطلع الصينية من الفرن غير لما توريها له الأول يشوف وشها اتحمر للدرجة اللي هو عايزها ولا لأ. شفتوا الخيبة؟ كده فكر نفسه حمش. واحدة تانية كمان كاتبة إيه؟ إن هو مرة زحق لها واتخانق معاها على لما ندهت على الجرسون وقال لها إيه؟ هو أنت فاكرة نفسك إيه؟ هو أنت معكيش راجل؟ ستات كتير يكتبوا على إن الراجل ما بيحبهاش، قال إيه؟ تطلع البلكونة تنشر الغسيل، أصله حمش، ما تحطيش رجل على رجل، أصلي حمش. كل الرجالة دول كل واحد منهم فاكر نفسه حمش. بس أحب أقول لحضرتك يا عزيزي الحمش إن كده أنت مريض نفسي، مش حمش خالص. لكن لو أنت عايز تبقى حمش بجد ومراتك شايفاك حمش بجد، شوفوا أنا هقول لكم إيه. واحد، اللي يحترم مراته وما بيقلش أدبه ولا ذوقه ولا بيطول لسانه عليها، كده تبقى أنت فوق راسها. الحمش هو اللي بيخليها تحترمه، فما تعملش اللي يزعله حتى لو هو مش موجود، مش عشان البلكونة. وتبقى عارفة إنه مهما زعل هيتفهمها ويقدرها. افهم، الحمش هو اللي قايم بواجباته ومسؤولياته وما بيتكلمش عن حقوقه بس. الحمش هو اللي مراته تحس في وجوده بالأمان والراحة، مش تبقى مستنية الساعة السعيدة اللي هينزل فيها من البيت. الحمش هو اللي عمره ما يفكر يستغل قوته عشان يفتري على مراته. مش بس كده، ده بيعتبر كمان ان مد الايد على الست او التطول عليها ده من علامات الساعة، فيبقى احترامه مش بس لمراته، لا يا استاذ منك له، لاحترامه لنفسه كمان. هو اللي ما بيحركش مراته قدام حماتها ولا قدام اخواتك، ها؟ اللي بيخاف على مشاعرها وزعلها وما يغلطهاش ابدا حتى قدام عيالها، هو ده اللي هيسيطر. اللي بيحترم اهلها، ها؟ اللي مش طمعان في مرتبها. الحمش هو اللي بيسمع لمراته وبياخد بكلامها، واللي بيعتذر لو غلط، مش بس بيجعجع وخلاص. الحمش هو المحترم. لو عايز تبقى راجل حمش بجد، خليها تحترمك مش تخاف منك، تسمع كلامك عشان بتحبك مش عشان بتاخدك على قد عقلك. طول ما هي بتحترمك هي بتحبك، وطول ما تحبك هتشوفك مش بس حمش، لا كمان سيد الرجالة. دي القاعدة التانية من ضمن قواعد السيطرة 30. أشوفكم بكرة. قواعد السيطرة 30، قواعد السيطرة 30، قواعد السيطرة 30 مع مفيدة شيحة على نغم اف ام.